أوائل الربيع في يانغشو يوافق موسم الألعاب النارية في مارس. في الصباح الباكر وعلى ضفة البحيرة الغربية يتمايل الصفصاف مع هبات النسيم تحت أشعة شمس الصباح. تكون خطوات معظم الناس في الربيع سلسة وهادئة، إلا أن بعض الناس يسرعون الخطى. الخطة السنوية توضع في الربيع، والخطة اليومية في الصباح. تسير حياة تشانغ لايشي وفقا لهاتين النقطتين. يتحدث مع امرأة في 55 من عمرها. يعد اليوم احد البدايات المهمة. هناك شيء ضخم امامه يشبه خزان المياه، لونه قرمزي فاتح كما لو كان اثاثا منزليا عاديا. يتناول ورقة ويقوم بلصقها على سطح البرميل الكبير. هناك بعض الخطوط المرسومة على الورقة، وإذا نظرنا بعناية في النص الأصلي نرى أجنحة مخططة بدقة بقلم رصاص ورسومات لأشخاص وطيور ونباتات. كل ذلك يوحي بأن هذا البرميل الكبير ليس شيئا عاديا. أمام البرميل الضخم ذو الرسومات بدأ لايشي في شحذ سكينه. الهدف من ذلك السكين هو هذا البرميل الكبير، حيث يخترق السكين الرسم ثم يخترق سطح البرميل ببطء قبل سحبه للخارج ببطء مرة أخرى. تتكرر العملية نفسها. حجم العمل ليس كبيرا، ولكن إيقاع السكين يتزايد أسرع فأسرع. مع طريقة عمل السكين السهلة البسيطة تتفتت الرسوم البيضاء قطعة تلو الأخرى إلى جانب القطع الحمراء من داخل البرميل. يستمر هذا النوع من النحت لمدة أسبوع، حيث يتم إزالة جميع الرسوم تقريبا من سطح البرميل، وما يتبقى من السطح الأحمر للبرميل هو من جبال أو مياه أو زهور أو طيور أو بشر. وفي هذه اللحظة ظهر الجسم الحقيقي لهذا البرميل، وتبين أنه آنية من الطلاء الأحمر. الطلاء الأحمر هو مصطلح مشهور في عالم أواني منحوتة الطلاء الأحمر الصيني، والأحمر يشير إلى لون الأواني، حيث يتم إزالة أجزاء منه أثناء النحت، وتترك الأجزاء المفيدة فقط مثل أنماط النحت المختلفة. ومن خلال استخدام السكين أو الشوكة يتم ترك سطح بسيط ثلاثي الأبعاد متموج ذي طلاء غير متساوي السطح. تعد دورة صنع أواني منحوتة الطلاء الأحمر دورة طويلة المدى. تقنيتها معقدة، حيث يعد الطلاء العملية الأولى لبدء النحت بعد نقش الطلاء الخفيف. كل شيء صعب في البداية، فتشانغ لايشي دقيق جدا في استخدام السكاكين، ويسعى جاهدا للتميز بجانب تكرار عمليات على ما تبدو بسيطة. يتم إزالة الفراغات الخفيفة من المخطوطة بحيث يكون النموذج الكامل
جاهزا للظهور. ومع ذلك وفي آخر لحظة قبل الانتهاء حدثت أشياء غير متوقعة. نظرا للعدد الكبير من طبقات الطلاء فإن عدم التساوي في طلاء الأجزاء الفردية هو بسبب ضربات السكين الأخيرة، حيث انفصلت قطعة كاملة من الطلاء من الطبقة الوسطى. تعد آنية منحوتة الطلاء الأحمر فريدة من نوعها في عالم أواني منحوتة الطلاء الصينية التقليدي. ففي عام 2001 وفي دار مزادات كريستي هونغ كونغ كان هناك صور صندوق أحمر مزين بزخارف الفوانيا بقيمة 12 مليون و870 ألف يوان صيني، وهو أعلى سعر لمزادات أواني منحوتة الطلاء الأحمر حتى الآن، حيث يساوي هذا السعر في ذلك الوقت حوالي 100 كيلوغرام من الذهب. هذه القيمة السوقية تعكس قيمة هذه الآنية، فهي ليست مصممة بشكل رائع فحسب، بل أيضا يستغرق تصنيعها وقتا زمنيا أطول. إن عملية إنتاج آنية منحوتة الطلاء الأحمر الصينية هي الأكثر رواجا، ودورة الإنتاج هي الأطول زمنا. عادة ما يستغرق المنتج النهائي بضعة أشهر أو حتى أكثر من عام، وبالتالي إيجاد التعبير الفني، ومن هنا يستمد قوته الفنية الفريدة. نتيجة لذلك الحادث أثناء عملية الدق تم إزالة جزء كبير من سطح الدهان، وتشكلت حفرة على البقعة الفارغة، ولا يمكن الاستمرار في عملية النحت. طلب كانغ لايشي من متدربيه مناقشة بعض الطرق لإصلاح الفراغ التالف، لكن هذه الحالة نادرة، يمر الوقت ولا يستطيع أحد التفكير في طريقة عملية. قرر كانغ لايشي معالجة الأمر بنفسه، مما يعني أنه سيضطر للقيام بهذا العمل الشاق الذي قام به على مدى الأشهر القليلة الماضية مرة أخرى. وبالتالي يمكننا أن نشهد كيف تتحول كومة من الطين إلى آنية منحوتة الطلاء الأحمر. قبل 6 أشهر قرر كانغ لايشي صناعة منحوتة الطلاء الأحمر هذه بقالب قديم و4 أو 5 أوراق بيضاء، قليل من الكتان وكومة من التراب. ومن الصعب تخيل أن هذه الأشياء المنحوتة الحمراء الرائعة هي من هذه الأشياء البسيطة والمستمدة من الطبيعة. في الواقع غالبا ما تحتوي الأشياء البسيطة على دلالات مدهشة. يسمى ذلك بعملية إزالة الفراغ بطريقة الطلاء الجاف، ويمكن تتبع تاريخها إلى فترة الممالك المتحاربة. وما يسمى بالحرير هو نسيج من الألياف. أولا نلصق الورق، ثم فرش الرماد، فلصق القماش. تحتاج كل عملية إلى تجفيف القالب لمدة 24 ساعة على الأقل، بحيث يمكن تشكيل الجسم بعد 3 مراحل.
أن نستخدم سكينا لفتح ثقوب في الجسم، ثم تدرج ببطء في الثقب بجانب عصا الخيزران بحيث يتم فصل القماش عن القالب، وبمساعدة زميله يتم إزالة قطعة القماش المفتوحة في الجسم بعناية، ثم إعادة خياطتها في الجسم. رغم بساطة شكل الجسم في هذه المرحلة، حتى وإن وصل قبحه إلى أقصى درجة، إلا أنه من هذه اللحظة سيبدأ إدراجه في عملية التحول لطبقات الصباغة. حيث يسمى الطلاء الأحمر أيضا بالطلاء القرمزي، وهناك قول مأثور في عالم أواني منحوتة الطلاء الأحمر يقول: 100 ميل وألف ضربة سكين من أجل الطلاء. وتعد بلدة دائان بمدينة لونغشان بمقاطعة خونان واحدة من أهم منتجي الطلاء في جنوب الصين. يسمى هذا عصير أشجار الطلاء الخام، يتميز باللزوجة العالية، مقاوم للتآكل ومقاوم للأحماض والقلويات وللرطوبة والأكسدة، ويعرف بملك الطلاء. الصباح الباكر هو أفضل وقت لاستخلاص الطلاء. باستخدام سكينة خاصة لقطع الطلاء واستخدام قشرة صغيرة أو ورقة شجرة كبيرة لتصريفها وجمعها قطرة بقطرة في دلو خشبي. إن كمية الطلاء الخام قليلة للغاية، فالشجر التي نمت لمدة 16 عاما لا تحتوي على سوى 250 جراما من الطلاء سنويا، وهذا يوضح ايضا ان مجال الطلاء شاق جدا. لذا فمقولة 100 ميل والف شجرة من اجل الطلاء تعني انه في كثير من الاحيان تقطع نحو 100 ميل وتقطع لحاء نحو 1000 شجرة من اجل الحصول على 50 جراما من الطلاء الخام. ويمكننا أن نرى بوضوح قيمة مواد الطلاء. وفقا لسجلات سير التجار في التاريخ قبل عصر أسرة هان الغربية، بدأت الصين في زراعة مساحات كبيرة من أشجار الطلاء لإنتاج خام الطلاء، وقد تم نقل الخام من هونان إلى يانغسو باستمرار، وكان معظمه من أجل تقديم المواد الخام لصناعة أواني منحوتة الطلاء الأحمر. سمي الطلاء الخفيف قديما بالورنيش، ولكن في التكنولوجيا الحديثة تستخدم فرشاة ناعمة جدا لرسم الطلاء بالتساوي على الجسم. يجب أن يكون المسح بالطلاء دقيقا، ليس سريعا جدا ولا بطيئا جدا، ليس سميكا جدا ولا رقيقا جدا. ففي الأساس يجب أن يكون سمك كل طبقة الطلاء حوالي 0.02 ملم، ويجب تجفيف كل طبقة من الطلاء قبل طلاء الطبقة الأخرى، لذلك يمكن عمل طبقتين فقط في اليوم. وبما أن نحت الطلاء الأحمر يتم على طبقة سطح الجسم، فإن سمك الطلاء
يحدد مدى عمق النحت. إن أعمال تشانغ لاي شي بسماكة 8 مليمترات، مما يعني وجود ما لا يقل عن 400 طبقة من الطلاء المكررة تكرارا مملا لأكثر من نصف عام. يلقي شفق غروب الشمس بظلاله القاتمة على الثقوب في الجسم كالوحمة التي تؤذي العين في هذه اللحظة، ولحسن الحظ ضبط تشانغ لاي شي الطلاء وقام بطلاء الطبقة الأولى بلطف على الجزء المكسور وأعاد طلاء الجزء التالف، ثم كرر عملية الطلاء حتى يصل الطلاء لنفس السماكة. بعد تسوية سطح الطلاء يتم إزالة الأجزاء غير الضرورية مرة أخرى، بحيث يجب أن تتوافق الخطوط مع الزخرفة، فلا يؤدي الطلاء بالورنيش إلى زيادة صعوبة العملية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تأخير دورة الإنتاج بصورة كبيرة. شهر مايو هو موسم الأمطار، تنتشر الرطوبة في الهواء، وتتعرض العديد من الأغراض المنزلية للرطوبة والعفن، إلا أن الجسم ذا الطلاء الأحمر يبدو غير ذلك. تعد الميزة الأكبر للأواني المطلية بالطلاء الأحمر أنها مقاومة للرطوبة والتآكل. في هذا الوقت تم الانتهاء من الطلاء، إلا أن الفراغ الذي تم إصلاحه لا يزال يشبه الندبة. وخلال شهر من معالجة الطلاء المقررة، كان تشانغ لاي شي قد فكر بالفعل في حل هذه الندبة. أنواع مختلفة من الأدوات سيتم استخدام سكاكين مختلفة مقارنة مع الحربة المستخدمة. النصل حاد وواسع، وهو أداة خاصة للتجريف. عندما تكون السكين مختلفة فإن طريقة استخدام السكين مختلفة أيضا. يتم استخدام أداة التجريف بنفس الطريقة التي تدرج بها السكين بشكل مائل في النص المنقوش طبقة بعد طبقة. واحدة تلو الأخرى يتم إزالة الأجزاء الغير ضرورية بعمق يصل إلى 7 مليمترات، مما يؤكد مدى أهمية تراكم طبقات الطلاء حتى يصل سمكها إلى 400 طبقة. توارث يانغ جو عبر التاريخ حرفة نحت الطلاء الأحمر، إلا أن طلاء يانغ جو ظهر في نهاية المطاف باللون الأزرق وأصبحت مهارة فريدة من نوعها. في بداية عصر أسرة مين، قام الإمبراطور تشو دي بتأسيس ورشة أواني منحوتة الطلاء الأحمر في مصنع البستان في بكين، حيث نقل مركز حرفة أواني منحوتة الطلاء الأحمر من الجنوب إلى الشمال، مما أدى إلى ظهور نمط جديد يجمع بين مدرستي الجنوب والشمال. من منظور التصميم العام، فإن نحت الطلاء الأحمر بمدرسة الشمال والتي تمثلها بكين خطوطه مفعمة بالحيوية، سماكة كبيرة. وفي يانغتو باعتبارها ممثلة عن مدرسة الجنوب، فيتسم بالانسيابية والتنوع والحيوية والتي تظهر الأنماط الثقافية للشمال والجنوب. إن نحت تشانغ لاي شي للطلاء الأحمر هو أسلوب مدرسة الجنوب، وفي الوقت نفسه فإن التصميمات وغيرها من الجوانب الأخرى تستمد سماتها من خصائص الفنون والحرف الأخرى، بما في ذلك اللوحات الصينية، أواني اليشم، وقطع صغيرة متنوعة، مما شكل تدريجيا نمط تشانغ الخاص. بعد انتهاء عملية التجريف يتم تعديل التخطيط العام بشكل كبير، ويتم إخراجها،
الإخراج هو عملية إثراء التكوين من خلال التعديل الكلي للنموذج بعد التجريف. يقوم تشانغ لايشي بتعديل النموذج الفني الأصلي في موقع الإصلاح تماما. أكثر من 6 أشهر من الطلاء الخفيف مما مهد الأساس للنحت، ونظرا لعملية إعادة الطلاء التي تستغرق شهرا والتي تشبه تسميد الأرض، فهي تؤدي إلى زيادة خصوبة تربة النحت وتجعل التصميم الكلي لأواني منحوتة الطلاء الأحمر تتجه نحو الكمال. في ذلك الوقت بدأت منحوتة تشانغ لاي شي سونغ خو سيان تشي في التبلور. حيث دخلت مرحلة التلميع النهائي، ومن أسس صناعة الطلاء الهدوء، وهو أهم من أي شيء آخر. هكذا يكون التلميع. كما هو الحال في عملية النحت، حيث يتابع التلميع لتتحول من الخشونة إلى النعومة باستخدام سكين خاص لكشط السطح وورق صنفرة ذي 400 أو 600 أو 800 درجة للتنعيم، ليجعل سطح المنحوتة يبدو لامعا. يبدو أنه عمل غير واضح، لكنه يتطلب الكثير من الخبرة لإتمامه. إن مقدار قوة اليدين ودرجة تسوية ورق الصنفرة تعتمد كليا على خبرة الإحساس باليد التي تراكمت على مر السنين، بحيث لا يكون هناك أقل قدر من الإهمال. باستثناء استخدام ورق الصنفرة، فإن أواني منحوتة الطلاء الأحمر في يانجو تتمتع بطريقة أخرى أكثر عراقة، وهي فريدة من نوعها للتلميع. فقبل آلاف السنين التي سبقت ظهور ورق الصنفرة، استخدم الحرفيون نوعا من النباتات لإتمام هذه العملية في الماضي. 这个就是鸡草，古代没有沙子的时候就用这个打磨木雕，去雕，还有竹雕，它非常好用，非常的这个芒格非常好，非常的爽，打磨起来很方便。 عشب التلميع هذا، والمعروف أيضا باسم العشب المفصلي، تعد الميزة الكبرى لهذا العشب أنه يصبح لزجا فور غمره في الماء. ويستخدم الحرفيون هذه الميزة لتلميع الأواني منحوتة الطلاء الأحمر عامودية. هذا التعامد على سطح أواني منحوتة الطلاء الأحمر يمكن استخدامه من أسفل لأعلى بحد معين حتى يتغلغل في الخطوط دون الإضرار بخطوط المنحوتة البارزة، وهو مشابه لورق الصنفرة الحديثة. بعد اكتمال عملية التلميع الأولي، يصبح هذا العمل مختلفا تماما مقارنة بالسابق. ومع ذلك، فإن الفروق الدقيقة لا تزال خشن بعض الشيء، خاصة في الأجزاء العميقة المتعلقة بالطبيعة، مما يظهر بعض الغموض. في هذا الوقت أخذ تشانغ لايشي حجرا رماديا وصقل به منحوتة الطلاء الأحمر. بالرغم من أن الحجر يبدو ضعيفا، إلا أن تلك هي مهارة تشانغ لايشي الفريدة في الصقل. 这是洋甘石，我们小时候的时候看到剃头的时候用它来磨刮胡刀。
我们现在用它来打磨红雕漆，它的功能呢是取代砂纸倒不了的角落。إن استخدام حجر كبد الماعز في التلميع يمكن أن يعمق نسيج منحوتة الطلاء الأحمر، سواء كانت أدق التفاصيل أو الشكل كاملة. إلا أنه عندما تتعرض المنحوتة المصقولة بالفعل للضوء يكشف سطحه عن بقع صغيرة مضيئة، وأولئك الذين يعرفون الخزف القديم يعلمون جيدا أن هذا النوع من البقع هو أحد الشروط لتحديد ما إذا كان الخزف قديما أم حديثا، ويطلق عليه الخبراء اسم الضوء الجديد وأيضا ضوء اللص. يشمل ذلك أواني الطلاء بالأرنيش والخزف وغيرها من الأعمال الفنية، وفي العمليات طويلة الأمد يتفاعل الأكسجين مع السطح ويشكل طبقة من الهالة الرطبة والمعروفة باسم الحزمة. فبالرغم من براعة التصميم إلا أنه لا يمكن وصفها سوى بأنها فريدة من نوعها، ولا يمكن وصف الأعمال الفنية سوى أنها رائعة، ولكن القليل من ضوء اللص يفقدها رونقها. لذلك فقد أضاف تشانغ لايشي عمدا هذا الإجراء وهو إزالة الرماد. البلاط الرمادي، وكما يوحي اسمه فإنه الرماد لبنة القرميد، كما أن نقاءه يتجاوز نقاء ورق الصنفرة، والأهم هو أن هذا الرماد المسحوق يمكن أن يستخدم في تلميع أواني منحوتة الطلاء الأحمر بصورة أعمق، كما يساعد الطلاء على الأكسدة بشكل أسرع وزيادة سرعة عملية التغليف. هكذا مرت آنية منحوتة الطلاء الأحمر بالعديد من العمليات المختلفة على مدار عام، وأخيرا ها هي تولد وتظهر ملامحها. من الطلاء الشاق إلى القولبة، ومن الطلاء الرقيق إلى الطلاء السميك، من معالجة الطلاء إلى النحت والتلميع، تولد منحوتة الطلاء الأحمر من جديد، وأثناء عمليات الإضافة والطرح المتكرر من الطلاء يكتمل التحول الخاص بها. طبقتان من الدهان تمر بمئة ألف ضربة سكين. تحتاج منحوتة واحدة من آنية منحوتة الطلاء إلى مئة طبقة تمر من خلال 10,000 ضربة سكين. تنضح آنية منحوتة الطلاء الأحمر سحرا فنيا خفيا ودقيقا وعميقا تتناقله الأجيال، حيث يستغرق صنع آنية واحدة عاما كاملا. قد يبدو الأمر وكأنه عملية طويلة، إلا أنك إذا نظرت إلى تراثها عبر آلاف السنين تدرك أنها مدة قصيرة.